الكيبورد بتاعه ما فيهوش زرار مسح عشان صلاح ما بيغلطش. لما بيلعب ضغط ما بيزقش جسمه لفوق، بيزق الارض لتحت. بيقدر يكح بتسع لغات، وبيعرف يلبس التيشيرت وهو مربع ايده. يقدر يعد من واحد لما لا نهايه، وبيقدر يعمل فاكهه من العصير. الخوف من العناكب اسمه اراكنوفوبيا، الخوف من الاماكن المقفوله اسمه كلوستروفوبيا، اما الخوف من محمد صلاح فدي حاجه طبيعيه. لا انت كده بتهزر. ليه بهزر؟ لا والله انت كده راقت معاك قوي وريحت المطيه جامد وبتهزر بقى. ابن نجريج وملك انجلترا محمد صلاح وهداف ليفربول، انت تعرف ايه عنه؟ مصري وبيلعب في ليفربول، يبقى انت ما تعرفش حاجه. تعال انا هحكي لك حكايه الغالي مو صلاح. ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. اسمه محمد صلاح حامد محروس غالي. يا ابن اللعبة يا فاجر. اتولد في 15 يونيو 92 في قرية نجريج التابعة لمركز باسيون بمحافظة الغربية. اتولد في أسرة على قد حالها، أمه ربة منزل وأبوه كان تاجر على قد حاله، ولي أخ وأخت. من وهو عنده 7 سنين كان مجنون بالكورة، كان بيحب يلعب في الشارع والمدرسة والدورات الرمضانية. صلاح كان عارف ان الكرة دي ممكن تبقى وظيفة نجيب منها دخل كبير ويقدر يبقى من وراها نجم مشهور. قرر انها تبقى شغلته، مش بس يلعبها كهواية. اصل ابوه وعمه واخوه كانوا بيلعبوا كرة برضو، بس على قد دورات رمضانية ساعة حجز، يعني الكلام اللي ما يأكلش عيش ده، تمام؟ فضل صلاح يلعب في مركز شباب نجريج واتحاد باسيون لحد ما سمع في مرة عن دورة بيبسي للمدارس، وفعلا اشترك فيها. والدورة دي زمان كانت منجم ذهب للأندية، ويا ما طلعت نجوم. نادي المقاولين شاف صلاح واعجب بيه جدا، عيل خفيف وسريع جدا، اشول ومهاري، يبقى هو ده هاتوه. المقاولين تعاقدت مع صلاح في 2006، ولكن كان في مشكله، المسافه بين بيت صلاح والنادي، وما كانش في مبيت في النادي. صلاح كان بيصحى 5 الفجر يركب القطر ومواصلتين يروح التدريب ويرجع تاني يوميا. وعلى قد ما كان الموضوع مرهق ولا يطاق، خصوصا ان الظروف الماديه كانت في الارض، الا ان صلاح كان مصدق حلمه وابوه كان مصدقه وبيشجعه. يمكن يكون ده حبل النجاة اللي يشد العيلة كلها. في 2010 اتصعد محمد صلاح للفريق الأول ولعب أول مباراة ليه قصاد المنصورة في 3 مايو. والموسم اللي بعده صلاح بقى أساسي مع المقاولين، وأول هدف في مسيرته سجله في النادي الأهلي علشان يبقى حديث الإعلام. بعدها صلاح شارك في كأس العالم للشباب في كولومبيا، وده مع جيل ذهبي كان فيه حجازي والنني وأحمد الشناوي ومحمد إبراهيم. وقدروا يوصلوا دور ال 16 بس خسروا 2-1 من الارجنتين. في الفتره دي نادي الزمالك كان مهتم بصلاح والمقاولين كان موافق يبيع، لكن طلب مبلغ مادي اتقال انه وصل ل 5 مليون جنيه، يعني حوالي مليون دولار تقريبا وقتها. فرئيس الزمالك ممدوح عباس رفض وقال المبلغ كبير عليه، واصلا ده لاعب لا يصلح للزمالك. ومن مكاني هنا انا عايز اشكر الحاج ممدوح انه رفض صلاح. روح يا شيخ، الله يبارك لك. رفض الزمالك لصلاح الصراحه اثر في صلاح نفسيا، لانه كان بيحلم يلعب في فريق كبير يخليه يلعب في المنتخب الاول. شوف يا جدع كان طموحه فين وبعد كده راح فين. ما هو لو البني ادم عرف الغيب هيختار الواقع. المهم بعد نهايه الموسم كان ميعاد اولمبياد لندن 2012، مصر وقعت في مجموعه واحده مع البرازيل، روسيا البيضاء ونيوزيلندا. مصر خسرت من البرازيل 3-2 وصلاح سجل، وتعادلت مع نيوزيلندا 1-1 وصلاح سجل، وفازت على روسيا البيضاء 3-1 وصلاح سجل، يعني سجل 3 اهداف في 3 مباريات. لكن مصر خسرت من اليابان في الدور 16 3-0 وخرجت. بس اداء صلاح في البطوله دي ما عداش كده. بص، هو مش صلاح لوحده، حجازي راح فيورنتينا، النني وصلاح راحوا بازل، وبعدهم عمر جابر ومحمد ابراهيم ومروان محسن احترفوا في البرتغال، واحمد الشناوي كان جاله عروض لكنه رفض. صلاح حط رجله في اوروبا وحس ان الحلم بيتحقق بجد، احترف وهو عنده 20 سنه بس. بازل اشترى صلاح ب 2 مليون يورو ونسبه من البيع بعد كده، يعني منجم الماس اتفتح للمقاولين. صلاح مع بازل ما خدش وقت ودخل في الموضوع على طول، سجل هدفين في تاني مباراه ليه، وسجل في مرمى توتنهام في الدوري الاوروبي، وسجل في مرمى تشيلسي في ربع النهائي، وقاد بازل للفوز بالدوري والتاهل لدوري ابطال اوروبا، ولكنه خسر نهائي الكاس واخد افضل لاعب في سويسرا في اول موسم ليه هناك. الموسم الثاني سجل في مرمى تشيلسي في دوري الابطال، لكن الموسم خلص من غير الفوز باي لقب، علشان صلاح يفكر ياخد خطوه اكبر في مسيرته. بعد موسمين لعب فيهم 79 مباراه وسجل 20 هدف، صلاح في الفتره دي وصل له عروض كتير من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، ولكنه فضل يروح تشيلسي. ما هو هناك في مورينيو والمدرب اللي بيحلم اي لاعب يلعب تحت ايده، وفعلا راح تشيلسي ب 16 مليون و500 الف يورو. مسيره صلاح في تشيلسي كانت كارثيه، تقريبا ما كانش بيلعب،
الموسم الاول لعب 10 ماتشات سجل هدفين وصنع هدف، والموسم الثاني الوضع ما اختلفش كتير والدقايق قلت علشان صلاح يقول لهم شكرا انا عايز العب ويطلع اعاره فيورنتينا في صفقه دم من خلالها تشيلسي اخوان كوادرادو. في فيورنتينا صلاح لقى نفسه من تاني، تالق بشكل ملفت. ما هو الدوري الايطالي اي لاعب سريع فيه بيفرق، وده اللي حصل. سجل هدفين ضد يوفنتوس خلوا العالم كله يتكلم عنه. لعب 16 ماتش في الدوري سجل 6 اهداف وصنع 3، و8 ماتشات في الدوري الاوروبي سجل هدف وصنع التاني. علشان روما يقول لك بس الواد ده يلزمني وياخدوا اعاره مع احقيه شراؤه في صفقه كلها على بعضها وصلت ل 20 مليون يورو. صلاح ما اخدش وقت في روما لانه كان متاقلم جاهز مع فيورنتينا. في الدوري لعب 34 مباراه سجل 14 هدف وصنع 6. الموسم اللي بعده 2016-2017 31 مباراه سجل 15 هدف وصنع 11، و6 مباريات في الدوري الاوروبي سجل 2 وصنع 1. صلاح انفجر ومحدش عارف يلاحق عليه علشان يلقطوا عم المواهب الصاعده يورجن كلوب. الراجل اللي في ساعه صفا وهو قاعد مع نفسه قال لك انا عندي الواد ماني فرده شمال تقيله وفيرمينيو عمال يتشقلب في النص، بس الناحيه اليمين بعافيه شويه، عايزه واحد سريع ومهاري وهداف واشول. ثواني كده، قال لا مش صلاح ده،